ربنا أمر بإقامة الصلاة، فكل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. ده فريق معين، مش لعموم الناس. مش في 2016 او في 2017 اللي جايه دي بعد كام يوم اجي اقول لمهند: يا مهند تعالى بقى تقاتلونهم او يسلمون، تروح للناس اللي جنبك دول. يا سلام، امال لما عمر بن الخطاب دخل القدس ودخل للراجل في الكنيسه ولقاه واقف، فالراجل جه وقت صلاه العصر قال له: يا عمر يا ابن الخطاب، انا بحترمك، صلي العصر عندي في الكنيسه، والله العظيم انا ما في غضاضه ابدا بيني وبينك، صلي عندي في الكنيسه. قال له: خلاص انا هصلي. اتوضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهيصلي العصر، قال له: لا انا اسف، لازم اطلع اصلي بره الكنيسه. قال له: ليه؟ هي صلاتك في الكنيسه عندي حرام؟ قال له: لا مش حرام، والصلاه داخل الكنيسه ما فيهاش حرمه. قال له: امال انت عايز تطلع بره ليه؟ قال له: انا خايف المسلمين اللي يجوا بعد مني تبقى افهامهم صغيره فيقولوا لك ابن الخطاب صلى هنا فلازم ناخد الكنيسه دي ونحولها مسجد، لا انا لازم اطلع عشان احافظ على الكنيسه بتاعتك عشان ما حدش ياخدها منك. شفت فهم الراجل ده؟ شفت فهم سيدنا عمر؟ طب لو كان المبدا بقى كده ما جاش: اسمع يا راجل انت، يا تخش الاسلام يا نهدم الكنيسه، ما قالوش كده، قال له: لا انا عايز اصلي عصر، اتفضل ميه اتوضي وصلي.